بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم احد مولد يوحنا المعمدان. هالحدث هو مفصلي واساسي بتاريخ الخلاص. بيعلمنا هالحدث اول شيء انه ورا كل عقم في حياه، ورا كل ليل في نهار، ورا كل حزن في فرح. الشغلتين اللي نتعلمها بهالحدث هيدا ومن هالحدث هيدا اللي هو حدث مولد يوحنا المعمدان، انه بعد كل بكم في كلام، وهالكلام هو كلام يسوع المسيح، هو يسوع المسيح بالذات. النقطة الثالثة بيعلمنا هالحدث، حدث مولد يوحنا كمان، انه ما في شيء امر عسير عند الله. الله اللي بيوعد بيوفي، والله رغم قلة امانتنا رح يبقى امين لنا وامين لمواعيده، لانه هو الامانة المطلقة. قدام هالحدث كله سوا، قدام هالأحداث اللي عم نعيشها اليوم بلبنان، وخصوصاً الأزمات الاقتصادية، أزمات المالية اللي رح تسبب بطالة أكتر، رح تسبب حروب، يمكن إن شاء الله لأ، بتزعزع الأمن. قدام كل هالإشياء هيدي علينا نحن نعتصم بالإيمان، نعتصم بالثقة بيسوع المسيح اللي هو بيقول لا تخافوا أنا غلبت العالم. كمان قدام هالحدث هيدا، هالأحداث هيدي، بدنا نعتصم كمان مش بس بالإيمان، نعتصم بعمل الخير، لأنه بالعمل الخير نتغلب على كل شيء. والبابا بيدعينا بهالظروف هيدي أنه نكون شركاء لإله بمساعدة الآخرين، بمساعدة بعضنا البعض. النقطة الثالثة كمان اليوم نحن مثل ما بيقول قديس البابا، ما لازم نفضل شيء اليوم إلا عمل الخير. قبل كل شيء هو مساعدة الفقير، مساعدة المحتاج، لأنه هيدي أولويتنا بهالأيام. بنصلي اليوم بهالأحد هيدا، بهالأسبوع، أسبوع مولد يوحنا المعمدان، أنه نكون مثل يوحنا، صوت صارخ ببرية هالعالم. ندعي الناس لتكون صادقة بحياتها، تكون صادقة بتفكيرها، وتسمع صوت يسوع، صوت يسوع بس. كمان نقول له يا رب بهالأحد هيدا، يا رب خلينا نكون مشاركين بنعمتك الإلهية، لأنه هي غايتنا وهي طريقنا للقداسة. آمين.